بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من عدسة الجامعة. وكما عودناكم في كل حلقة أن ننقل لكم أخبارا وأحداثا منوعة جرت تفاصيلها في ربوع مدينة العلم جامعة الملك فيصل في واحة الأحساء. نرصد الأحداث لنقدمها لكم أولا بأول عبر المركز الجامعي للاتصال والإعلام في الجامعة، لتنمو بتواصلنا معكم شراكة معطاء بين الجامعة ومجتمعها. في هذه الحلقة، جامعة الملك فيصل تختتم مشاركتها في فعاليات المعرض السعودي الزراعي بالرياض، إعادة الأمل حملة للتبرع بالدم بمجمع العيادات الطبية بالجامعة، البدء في تأسيس الجمعية التعاونية لجامعة الملك فيصل، فعالية العيادة النباتية الإرشادية تنظمها كلية العلوم الزراعية والأغذية، فعالية أنقذي حياة بقسم التربية البدنية قسم الطالبات للتوعية بالإسعافات الأولية. ونبدأ بهذه الأخبار السريعة. التقى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي بطلاب الجامعة في اللقاء السنوي المفتوح الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى. وقد حضر اللقاء أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات والعمادات المساندة. ورحب معالي مدير الجامعة في بداية اللقاء بالطلاب المستجدين الذين يقفون على أعتاب مرحلة جديدة ونظام تعليمي جديد يستلزم مضاعفة الجهد والبحث عن المعرفة والمشاركة في تكوينها في إطار تعليمي جامعي قائم على الاكتساب. كما بين معاليه أن الجامعة حريصة كل الحرص على كل ما ينفع الطلاب، وأن الأبواب مفتوحة لجميع الطلاب لتيسير أمورهم وفق التعليمات والأنظمة. الطالب هو محور العملية التعليمية، ولولا الطلاب لما وجدت لا إدارة الجامعة ولا أعضاء التدريس ولا الموظفين، فهم الركن الأساس داخل الجامعة، ولذا ينالون الاهتمام الشخصي على مستوى ليس فقط أعضاء التدريس بل أيضا إدارة الجامعة. ويجسد هذا الاهتمام حرصنا على تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة وما تتضمنه من محاور وأنشطة وأهداف لكي تنتج في النهاية طالب خريج جامعة الملك فيصل لينافس في الفرص الوظيفية ويساهم في مسيرة مجتمعه ووطنه الغالي. نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، دشن سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسن بن رفدان الهجوج مشروع إنتاج الجيل الأول من روبيان المياه العذبة، والذي يعد المحاولة الأولى والناجحة على مستوى المملكة التي قام بها عدد من المختصين والباحثين في مركز أبحاث الثروة السمكية بمحطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية بجامعة الملك فيصل. حضر استقبال سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي سعادة مدير مركز أبحاث الثروة السمكية. وقد حضر التدشين كل من أصحاب السعادة مدير مركز التميز للأبحاث النخيل والتمور والمشرف العام على محطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية ومدير مركز أبحاث الإبل وعدد من الباحثين والمختصين. أعلن سعادة عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبدالله الفريدان عن فوز جامعة الملك فيصل بالمركز الثاني عن منصة شمس التعليمية على مستوى الجامعات السعودية. وقد قدم سعادته نبذة مختصرة عنها داعيا أعضاء هيئة التدريس لإثراء منصة شمس والإسهام في مبادرات العمادة، وأهمها تطوير المقررات الإلكترونية بعدة مستويات حديثة أبرزها المحتوى الرقمي والواقع المعزز. جاء ذلك في
لقاء تحضيري عقدته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في قاعة الشيخ حسن آل الشيخ لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في تدريس مقررات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1438-1439 للهجرة. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود مجددا. حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين، ونتابع سوية أهم الأنشطة المصورة التي أقيمت في الجامعة ومجتمعها خلال الفترة الماضية. اختتمت جامعة الملك فيصل مشاركتها في فعاليات المعرض السعودي الزراعي الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض بعنوان كن جزءا من الحدث الزراعي الأضخم على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 350 شركة محلية وعالمية تمثل 29 دولة. التفاصيل في التقرير التالي. اختتمت جامعة الملك فيصل مشاركتها في فعاليات المعرض السعودي الزراعي الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض بعنوان كن جزءا من الحدث الزراعي الأضخم على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 350 شركة محلية وعالمية تمثل 29 دولة. كان نائب وزير البيئة والمياه والزراعة معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي قد افتتح المعرض في دورته 36، وذلك بالتزامن مع إقامة المعرض السعودي للأغذية الزراعية والمعرض السعودي لتغليف الغذاء. وقد شاركت عدة جهات من الجامعة في جناح جامعة الملك فيصل بالمعرض، وذلك بتوجيه من معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، ومتابعة من سعادة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة الرئيسية لتنظيم المشاركة الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري في إثراء جناح الجامعة بالوسائل التعريفية الإعلامية والأجهزة التقنية الحديثة والمنتجات والمعروضات. وكان من بين الجهات المشاركة كلية العلوم الزراعية والأغذية ووحدة الآفات وأمراض النبات التابعة لها، وكذلك مركز التميز البحثي في النخيل والتمور من خلال عرض خاص لبراءات الاختراع ومنتجات المركز المتنوعة من النخيل والتمور، إلى جانب مشاركة محطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية من خلال عرض منتجاتها كالألبان والأجبان والعسل الطبيعي. كما شارك مركز الثروة السمكية بمشروعه الجديد إنتاج الروبيان، وساند هذه المشاركة بالتنظيم والتنسيق مع معهد البحوث والاستشارات والمركز الجامعي للاتصال والإعلام وإدارة المعامل المركزية. وقد حظي الجناح باهتمام الزوار والمختصين.
دشن معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي حملة التبرع بالدم تحت عنوان إعادة الأمل بحضور أصحاب السعادة وكلاء الجامعة والعمداء ومشرفي الإدارات بالجامعة إضافة إلى عدد من منسوبي المركز ووزارة الصحة. دشن معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي حملة للتبرع بالدم تحت عنوان إعادة الأمل في قاعة التعليم المستمر بمجمع العيادات الطبية. وقد كان معالي مدير الجامعة في مقدمة المتبرعين بالدم إضافة إلى مجموعة من العمداء وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة. في البداية حقيقة أشكر معالي مدير الجامعة على رعاية حملة التبرع بالدم بعنوان إعادة الأمل بالتعاون مع الشؤون الصحية في منطقة الأحساء. في الحقيقة مثل ما أنت عارف التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل، وقفة إخوانية للمرضى بشكل عام، وصدقة جارية عنك، وقال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حملة التبرع بالدم أقيمت في مجمع العيادات الطبية إحساسا من إدارة الجامعة بالشراكة مع المجتمع. أشكر معالي مدير الجامعة والزملاء الذين قاموا بإعداد هذه الحملة من طاقم المجمع ومن الإدارات الأخرى. رأى معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي ملتقى جامعة الملك فيصل للتعريف بالجمعيات التعاونية، والذي تم خلاله الإعلان عن تأسيس جمعية منسوبي الجامعة التعاونية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في بادرة خير للتعاون على البر والتقوى، رأى معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي ملتقى جامعة الملك فيصل للتعريف بالجمعية التعاونية، والذي تم خلاله الإعلان عن تأسيس جمعية منسوبي الجامعة. حضره معالي مدير الجامعة ومندوبون من وزارة العمل وإدارة الجمعية التعاونية بالمنطقة الشرقية ومكتب التنمية الاجتماعية بالأحساء وعدد كبير من منسوبي الجامعة. وأقول أيضاً أن هذه الجمعية بغير أهدافها الاجتماعية والاقتصادية إنها تؤسس للمجتمع المترابط داخل الجامعة بين منسوبين، وأيضاً تسهل تنشيط عدد من الفعاليات والأنشطة التي قد تكون تخفف العبء على الجامعة بكاهلها الإداري والأكاديمي والبحثي، لتكون أسرة نشطة حية تقدم الماء فيه فائدة لجميع منسوبي الجامعة. وفي هذا الملتقى تم دعوة أكبر عدد من منسوبي الجامعة للبدء الفوري في ملء نماذج المشاركة بالجمعية، لتبدأ الجامعة بذلك أولى خطوات إشهارها لتفعيل أنشطتها حتى يستفيد منها منسوبو الجامعة، ولتقدم خدماتها للجامعة ومحيطها الاجتماعي بمدينة الأحساء، وتشارك في تنمية المجتمع في كافة المجالات. نشأت الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية عام 1380، وأول بداية لها في مدينة القريات. بعد ذلك الفكرة انتقلت إلى مدينة الرياض وهي الدرعية. أول جمعية تعاونية أسست في الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالدرعية عام 1382 هجري. هذه أول جمعية تعاونية أسست وهي قائمة الآن بمدينة الرياض. أكد القائمون على الملتقى أن فرصة المشاركة في هذه الجمعية متاح للجميع، وأن عائد هذه الجمعية لا يقتصر على النفع المادي فحسب، بل يتعداه إلى النفع المجتمعي. وتم عرض بعض من تجارب الجامعات الأخرى للاستفادة منها في هذا المجال. أهداف التعاون فيها يعني أهداف اقتصادية، ومثل ما قلنا أهداف اجتماعية، زيادة دخل الفرد طبعا أحد الأهداف الاقتصادية،
محاربة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لأن الجمعية هي تدار من مجلس إدارة وله لشخص معين، ومجلس الإدارة هذا بيكون أكيد حريص على سمعته أمام المجتمع، وغالبا يكونوا ناس من المجتمع المحلي اللي تعمل فيه الجمعية، فهم حريصين على مجتمعهم وعلى أنفسهم وعلى سمعتهم، ما راح بالتأكيد يحاول يسوق شيء غير صالح. وقد وقع عدد كبير من الحاضرين على نموذج الجمعية والمبلغ المتوقع دفعه من كل منسوب وعدد الأسهم المحددة لكل مشارك. تماشياً مع أهداف ورؤية برنامج التحول الوطني 2020، نظمت كلية العلوم الزراعية والأغذية ممثلة بوحدة الآفات وأمراض النبات فعالية بعنوان العيادة النباتية الإرشادية بمشاركة طلاب وطالبات القسم، بحضور سعادة المشرف العام على وحدة آفات وأمراض النبات، المشرف العام على المعرض الدكتور خالد بن عبدالله الهديب، وعدد من أعضاء الهيئة التعليمية بالقسم. نتابع هذا التقرير. نظمت كلية العلوم الزراعية والأغذية ممثلة بوحدة الآفات وأمراض النبات فعالية العيادة النباتية الإرشادية ولمدة 3 أيام بمشاركة طلاب وطالبات القسم، تماشياً مع أهداف ورؤية برنامج التحول الوطني 2020، بحضور سعادة المشرف العام على وحدة آفات وأمراض النبات، المشرف العام على المعرض الدكتور خالد بن عبد الله الهديب، وعدد من أعضاء الهيئة التعليمية بالقسم. اشتملت الفعالية على العديد من الأركان المتعلقة بالآفات الحشرية في الزراعة المنزلية كالعناكب والفيروسات النباتية والفطريات التي تهدف من خلالها لتوعية الزوار وتقديم الاستشارات الفنية للمهتمين في المحافظة، خصوصاً المتعلقة بالآفات والتوعية بالأمراض والحشرات التي تصيب المزروعات وتوصيف العلاج والوقاية. وعبر المشرف العام على المعرض عن خالص شكره وعرفانه لإدارة الجامعة لدعمها اللامحدود لأنشطة الكلية والفعاليات المختلفة. تعتبر الوحدة لها عديد من الأهداف، ومن ضمن الأهداف هو رفع مستوى الثقافي لدى المواطن والمهتم في المجال الزراعي حول الآفات وكيف الاقتناء النبات. فلذلك خذنا على عاتقنا أن حنا نفهم المهتم بنباتات الزينة سواء داخلية أو خارجية في المنزل، أنه كيف يقتني النبات، كيف يتعامل مع النبات، كيف لما تصير عنده مشكلة في الجفاف أو في الري كيف يتعامل معه، وأيضا لما يكون هناك عنده آفات. تهدف الفعالية إلى رفع الثقافة المنزلية والبيئة وتثقيف المجتمع بالنباتات المنزلية وكيفية التعامل معها بالطرق العلمية الصحيحة ومكافحة الآفات، إضافة إلى التوعية والتثقيف بكيفية انتقاء وشراء النباتات داخل المنازل وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة. بإشراف من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فايزة الحمادي، أقام قسم التربية البدنية بكلية التربية قسم طالبات فعالية للتوعية بالإسعافات الأولية وسرعة الإنقاذ تحت عنوان أنقذي حياة، وبالمشاركة مع أكثر من 10 جهات من المجتمع المدني. فعالية للتوعية بالإسعافات الأولية وسرعة الإنقاذ نفذها قسم التربية البدنية بكلية التربية قسم الطالبات تحت عنوان أنقذي حياة، وبالمشاركة مع أكثر من 10 جهات من المجتمع المدني. وافتتحها الدكتور أنور النعيم وكيل الكلية لخدمة المجتمع للتوعية بمبادئ الإسعاف الأولية وخطوات التعامل الصحيح في الحالات الطارئة. هدف الحملة هذه كيف نتعامل مع الإصابات هذه، كيفية الوقاية منها، طرق العلاج. الفعالية نفذها طالبات قسم التربية البدنية بإشراف من أساتذة القسم، حيث تنوع العرض بين كل الحوادث الطارئة التي قد تواجه الرياضيين أثناء ممارسة الرياضة
كالغرق والاختناق والحروق والكسور لا قدر الله وكيفية التعامل معها. طبعا هذه الفكرة بدأت حقيقة منذ سنوات مع الدكتورة إيمان ماهر، بدأت من خلال تدريس مقرر صحة ولياقة بدنية لأقسام الطالبات والطلاب. هذه التجسيد لما موجود في المقررات حتى يبدأ المجتمع أو الطالب بإدراك ما هو موجود عنده في هذا المقرر، ومن هنا بدأت الفكرة. طبعا الشكر موصول للدكتورة إيمان ماهر والقائمين على هذا المعرض ممثلة بقسم التربية البدنية. وأثناء العرض شرحت جميع الجهات المشاركة بالفعالية للسادة المسؤولين طبيعة عمل كل جهة وكيفية التدخل السريع في مثل هذه الحالات. نتحدث عن الإسعافات النفسية الأولية، وهي تقدم عبارة عن المساندة والدعم النفسي والإنساني والاجتماعي للفئة المستهدفة التي تتعرضون للكوارث والحروب والحوادث والحوادث الإرهابية والتهجير القسري. كل هذه الكوارث الطبيعية والغير طبيعية من يتعرض لها يحتاج إلى المساندة والدعم النفسي والإنساني في الساعات الأولى وما في أثناء الحدث والساعات التي تلي الحدث. هذا هو الإسعاف النفسي الأولي. وقد عبر الحاضرون عن استفادتهم القصوى من الفعالية وحصلوا على بعض المطبوعات الإرشادية من كل الجهات المشاركة لتحقيق الاستفادة القصوى من إقامة الفعالية. أعزائي، في ختام حلقتنا ندعوكم لزيارة موقع الجامعة على الشبكة العنكبوتية للاطلاع على المزيد من أخبارها. الآن حلقتنا انتهت، نلقاكم في حلقة قادمة على قناة عين. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.